عاصرت فكر باشا أباظة؟ طبعا. شفت أولا أحد ظرفاء هذا العصر يكاد يكون آخرهم. أيوه. لا في واحد أو اثنين بعديه، لكن الحقيقة فكري باشا كان يتمتع بذكاء متقب وعشق ملتهب للنادي الأهلي وخفة دم وسخرية، كان ساخرا كاتبا ساخرا وراجل فعلا يعني الناس قالت صالون العقال صالون مش عارف، هو ده كان فيه صالون فعلا في النادي الأهلي فوق فكري باشا يتوجد فيه كل كبار الأهلي وكل شباب الأهلي اللي يقعد بعيد كده عايز يستمتع بقعدة الكبار ويسمعوا أدب ويسمعوا ذكريات لطيفة ويسمعوا خفة الدم ويسمعوا تاريخ النادي الأهلي. فلما توفاه الله هناك صالون وقاعة فعلا باسم فكري باشا أباظة، لأن هي كانت بتاعته. ده كان تخليد واحد من رموز الأهلي الكبار اللي قال من شيوخك اكتسبنا مجدنا وبشبابك هنواصل هذه المسيرة نحو كل هذه البطولات. رحمة الله على فكري باشا أباظة والكثير من التعريف به في هذا التقرير. فكري أباظة الرئيس الشرفي بعيدا عن المستطيل الأخضر، يزخر تاريخ النادي الأهلي بأساطير ونجوم خالدة قدمت الغالية والنفيسة في خدمة الوطن والقلعة الحمراء. لا يمكن أن يغفل كتاب التاريخ اسما بارزا وعلامة مضيئة في مسيرة النادي الأهلي، إنه الضاحك الباكي الكاتب الصحفي الكبير فكري أباظة، أحد إعلام الأدب والصحافة السياسية في مصر والملقب بشيخ الصحفيين. ولد فكري أباظة عام 1896 في قرية كفر أبو شحاتة في الشرقية، وهو أحد أبناء العائلة الأباظية التي تعد من أعرق العائلات في تاريخ مصر، والتي أنجبت عدة شخصيات في مختلف فروع العلم والأدب والشعر والفن. ارتبط اسم فكري أباظة بالأهلي منذ كان لاعباً لألعاب القوى بالنادي وعضواً منذ عام 1913 حتى وفاته، ثم عضواً بمجلس الإدارة ووكيلاً للنادي، ثم وكيلاً شرفياً، ثم رئيساً شرفياً للنادي. وكان ارتباطه الوجداني بالأهلي وثيقة، فكان يذهب إلى النادي في 7 صباحا ليكتب مقالاته، ثم يعود إليه في المساء ويجتمع بأصدقائه من الأعضاء ليتحدث عن هموم الوطن وعن الرياضة وكيفية الدفاع عن حقوق الأهلي. لم يخلو بال فكري باشا أباظة يوما من التفكير بالأهلي، حتى أنه سافر ذات مرة ضمن بعثة رياضية إلى إحدى دول الشمال الإسكندنافي ووجد لكل فريق نشيده الخاص به، فعاد للقاهرة وقد صمم أن يكون للأهلي نشيده الخاص، قوم يا أهلي شوف ولادك. قوم يا أهلي الرابع عشر من فبراير عام 1979 كان تاريخ رحيل فكري أباظة عن عالمنا، ويعد من مناضلي الحركة الوطنية المصرية، حيث كان أحد طلبة الحقوق الذين تم فصلهم في فبراير عام 1915، وذلك بسبب امتناعهم عن استقبال السلطان حسين كامل احتجاجا على إعلان الحماية البريطانية ومهادنة الخديوي للاحتلال. كما كان من خطباء ثورة عام 1919 التي تزعمها سعد زغلول، وألهبت كتاباته الصحفية حماس شباب الثورة، فأصدرت سلطات الاحتلال حكما ضده بالإعدام قبل أن يتمكن من الهرب، وتنكر وادعى أنه تاجر حمير، وسافر إلى القاهرة في قطار يحمل مهمات لقوات الاحتلال، وبعد ذلك تم إسقاط الحكم قضائيا.
ويحكي الكاتب الصحفي الكبير مصطفى أمين عن تجربته في البرلمان والتي استمرت لأكثر من 52 عاما كنائب عن دائرته منيا القمح بقوله: كان فكري أباظة أحد نجوم البرلمان المصري، كان خطيبا رائعا ومحدثا ممتازا ومقاطعا ذكيا ومعارضا خفيف الدم، سهامه كانت تجرح الحكام ولا تسيل دماؤهم، والكلمات تصيب كأنها طلقات رصاص ولكنها لم تقتلهم. تألق فكري أباظة تحت قبة البرلمان ولفت الأنظار إليه في كل أرجاء مصر، مما دفع أمير الشعراء أحمد شوقي لتنظيم قصيدة إعجابا بفروسيته. منح الشعب المصري فكري أباظة قدرا من الإعجاب والحب والتقدير ما لم يمنحه لصحفي آخر، ووصفه بأنه فارس المعارضة. وتابع الجميع مقالات فكري أباظة الذي عمل في العديد من الصحف، كما شغل منصب رئيس تحرير مجلة الهلال الشهرية ومجلة المصور لعدة سنوات، وانتخب نقيبا للصحفيين المصريين عام 1944 ولأربع دورات متتالية. الحقيقة أنا متأكد أن حضراتكم زي أنا وأستاذ إبراهيم وكل العاملين هنا في الاستوديو مستمتعين جدا بهذه الفقرات، فقرات اللي بتشاور على تاريخ مصر مصور. كل اللي شفتوه ده لقطات حية من تاريخ مصر، لم مش فيلم ولا حاجة. يعني إذا تابعتونا وسجلتوا هذه الفقرات هيبقوا عندكم تلخيص لهذه الفترة من الزمن، تلخص للحياة المصرية من خلال رجالات الأهلي العظمة والشياكة والقيادة ونبل المقصد إبراهيم. ده بالتأكيد يا باشمهندس، عشان كده شفتوا فكري باشا أباظة، وده واحد من كبار رجالات العائلة الأباظية الكبيرة اللي دلوقتي شجرتها ما شاء الله طبعاً طرح العديد من الثمار الأهلوية الكتيرة. حقيقة حبيبك وحبيبي الأستاذ عاطف أباظة كان بيبارك لي وأنا جاي دلوقتي داخل. بالمناسبة يعني صحيح.